استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم السيد إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة من ازدهار وتطور طال مختلف المجالات، بما يعكس ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من أواصر متينة قائمة على المحبة والتفاهم. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير أطر التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة في شتى المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالشكل الذي يلبي التطلعات والمصالح المشتركة، لافتا سموه إلى أهمية الاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين للارتقاء بآفاق التعاون بينهما إلى مجالات أرحب، وبخاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. وخلال اللقاء اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال السفير السوداني على آخر التطورات والمستجدات في السودان، حيث أشاد سموه في هذا الصدد بجهود فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في السودان والارتقاء بمجالات التنمية في البلد الشقيق. من ناحيته أعرب سفير جمهورية السودان الشقيقة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بكل ما من شأنه تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وفتح مجالات جديدة للتعاون تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.